أكيد مكملين معكم بفقراتنا مشاهدينا، وحنحكي عن الأطفال مكملين بالحديث عنهم. التعامل مع الرضيع حساس جدا وبيحتاج اهتمام كتير كبير من كل النواحي، خاصة من ناحية التغذية، لأنه الغلطة بكفرة فعليا مثل ما بيقولوا. أي خطأ ممكن يعرض حياة هذا الطفل الرضيع للخطر، وقديش الماميات الجداد بيخافوا من موضوع الأكل وإدخال الأكل لأطفالهم. هو منيح أنهم يخافوا، لأنه جروبات الواتساب وجارتي نصحتني وتيتا نصحتني هي عم تعمل كوارث الأطفال. يعني نحن بنعرف أنه بدهم غذاء خاص، وللأسف لسه اليوم نهاد نشوف ماميات ما عندهم أي فكرة عن كيفية تدريج الأغذية لطفلهم، إمتى بيدخلوا لهم الحليب البقري أو إمتى بيشربوهم مي، وفي عالم بتشربهم ينسون، وفي عالم بتعطيهم لحوم بعمر مبكر. لهذا السبب اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع الحساس جدا مع ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستوديو، ثواب الغبرة، اختصاصية التغذية اللي دائما بتنور صباحنا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا حبيبي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. مثل ما كنا عم نحكي، الطفل الرضيع هو يمكن من اصعب الكائنات يلي نحن ممكن نتعامل معه، لانه مثل ما ذكرنا ببداية حديثنا الغلطة بكثرة. فنحن ايمتى بنقدر ندخل له لهذا الطفل الرضيع الطعام؟ شو الاكلات المسموح فيها وشو الاكلات الممنوعه؟ طبعا هلا نحن جداتنا وستاتنا هن كمان هن بروفيشنال بهالقصه هي، بس طبعا في بعض الاخطاء الشائعه اللي هي بتتناول عند اياها الطفل الرضيع بالذات، وهي معلومات متداوله يعني ما فيها الا اساس علمي عند اياها، وبتكون عندك يا حسب تقبل الرضيع يعني مشيت هالاكله خلص، يعني بتمشي على اخوه بتمشي على ابن عمه، فبتطلع هاي المعلومه بقى المتوارثه، وبتصير بقى اخطاء مجتمع، بصير بعدها امراض للاطفال بعدين فيما بعد. هلا بالفعل الامعاء الدقيقه تبع الرضيع بتتدرج حتى بنموه، مثل تماما كيف بشرته وطوله شعره هالامور جهازه المناعي. فنحن بننتبه على هي القصه هي بالذات، وشلون البرنامج اللي بدنا ندخل له اياها، وخاصه اذا الام اول مره كان عندها طفل وهي حاسه حالها عم تشتغل مع شيء حساس سمين جدا. طبعا لانه كمان حتى هي القصه بدي كمان سرعه بديها فيها. صحيح. بدنا كمان لا سمح الله تعرض للطفل عندك يا لشيء، عندك يا تعصيبه لشيء تشنج، تعرف ردات فعله بسرعه وبتاخذ القرار الصح بسرعه. حلو كثير. طيب اليوم في كثير امهات من باب يمكن دعم الاطفال، لانه الامهات نحن كلياتنا بنعرف بيعبروا عن حبهم للاخرين بالاكل، فبصيروا يعطوا الرضيع قصص هو ليس بحاجه لها، مثلا مثل مشتقات الحديد يلي ممنوع انها تدخل على جسمه قبل الست شهور وتفاصيل اخرى. يعني قديش هون مهم الام تعرف طفلها هو لشو بحاجة، وقديش مهم نعرف شو هي القصص اللي بيتحسس منها الطفل، لأنه ممكن هذا الشيء يؤدي للوفاة، ممكن يؤدي لاختناقات وقصص كثيرة، ويمكن عم نغفل هذا الموضوع أنه في ناس بتخلق معها حساسية لكثير تفاصيل ولكثير أغذية، فكيف بنقدر نعرف؟ طيب هلا نحن حنعمل قاعده، هلا نحن حنفوت هلا بالسريع جدول الادخال مشان ناخذ الوقت وزبده المعلومه، ونحكي عن الاكلات اللي فيها حساسيه للطفل بالذات يعني، ونقول هي من المحرمات بهي الفتره هي. طبعا. هلا بالبدايه نحن بنقول من الشهر الاول، من اول يوم خلق فيه للشهر بدايه الشهر السادس بده يعتمد على حليب امه قطعا، اذا كانت الام عم ترضع الحليب المناسب لهي الفتره هي. فالدكتور الاطفال بيعطيه نوع معين من الحليب تبع هالفتره هي، فبياخذ عليها الغذاء تبعه. في حال عندك يا صار في عنده نفخه غازات، استشاره الدكتور الاطفال فورا. مثلا النفخه والغازات بهالسن هي، الام اللي لازم تاخذ البابونج والنعنع حتى هي يروح انتفاخ ابنها، لانه هو حليبها المغذي. تماما. هلا بالنسبه لإلي اي شيء اخر بهي الفتره هي لا يعطى غير هذا الفتره الحليب تبع امه او الحليب الموصى من دكتور اطفاله. تمام. هلا انتقلنا للاول يوم بالشهر السادس، بنبلش عندي اياها بالخضار المسلوقه والفواكه المهروسه، يعني انا اول ماده بحبها تفوت على الاكل من الطفل هي الجزر، لانه هي رافعه للمناعه وبتقوي مناعته ضد الحساسيات للاكل فيما بعد. فنحن هلا اهم شيء الهرس الخضار المسلوقه المهروسه، انا بحب اول شيء يفوت عصير الجزر ومن ثم قطع الجزر المهروس، ومن ثم شويه بينخلط مع البطاطا. اول ماده نشويه بحبها للطفل قبل الرز هي البطاطا. البطاطا في إلها خواص رائعه جدا لتقويه عضلات الامعاء الدقيقه حتى تتعامل فيما بعد. القصة بفترة الشهر السادس والشهر الثامن نحن بنقول بدي أنا فواكه مهروسة وخضار مهروسة مثل الجزر، البازيلا، البطاطا، وكمان بدي الكوسة كمان.
هلا بنجي بقى الفواكه، فينا عنا التفاح المبروش والتفاح المهروس، هذا كثير رائع جدا. كمان فينا ندخل بهالفترة شوي قطع من الموز، انا بدي اياها بالنسبة لي بتعمل عندي كيار، كمان شيء اسمه رفع لنسبة البوتاسيوم عند الطفل، وبتعمل له عندي اياها تبلش عندك اياها الامعاء الدقيقة تشتغل عندي اياها بالامتصاص. بتمتص المواد يعني. بنبلش من الشهر الثامن هلا للشهر العاشر، بقدر انا فوت بعض البروتينات اللي مثل هي الدجاج المهروس تبع الصدر بمرقته، يعني بدنا نضربه بالخلاط دجاج مهروس مع هي مع شوية الخضار، هون بلش البروتين. ما بنصح أول شيء يبلشوا بالأغذية اللي فيها حساسية مثل بروتين السمك، بروتين البيض ما بنصح فيه بهالفترة. اللحمة الحمراء بعد الدجاج بشوي، يعني مثلا أنا بلشت بالدجاج الثامن عندك ياها لنهاية التاسع أول العاشر. أنا الدجاج بنصح فيه للطفل أكثر من اللحم الأحمر بالبداية لاحقا بنقدر ندخله. فأنا بقول السمك والبيض يأجلوا لي شوي، حتى لو نحن مسموح لنا نحن عالميا إنه نفوت بياض البيض بهالفترة هاي نأجله شوي، لأنه في عنا قدرة على التحسس فيه عالية بهالقصة هاي، فنحن بنقول صفار البيض لبعد السنة حتما أنا هذا اللي بنصح فيه، لكن البياض فيك تبلشي فيه من العاشر وما طلع. تمام. هلا نحن عنا صار بروتينات شوي هيك، ببلش بقى بالعاشر تعطيه بقى تعرفيه على الاكلات النشويه اللي مثل الدقيق والامور هي. وكنصيحه اخت لاخصائي تغذيه لهالنساء اللي هي لسه ما بتعرف، لا يفوتوا السكر اول شيء على عسل. العسل هو دمار شامل، هلا حنحكي عليه للطفل وعلى الغذاء كلام ملكي وعكبر لا 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 اي شيء منتجات عسل لبعد السنتين بكير كثير لنحكي على العسل. العسل كتير مادة مدمرة لجهاز الهضمي تبع الطفل تبع البيبي الرضيع. فنحن قبل ما نحكي عن العسل حنحكي عن شغلات أخطاء شائعة. الحليب البقري الكامل الدسم بفترة من 10-8 شهور غير مسموح، يعني أنا بسمح بشيء قليل الدسم لأنه حتى الدسم هلأ معه الدقيقة ما بتتحمل لبعد السنة يعني عملية. بالضبط. حتى أنا بقول هلأ بنحكي عن رفع المناعة بعد السنة شو هي المسموحة، بس خلينا نمشي نتدرج شوي شوي. حكينا انه صفار البيض ممنوع هالامور هي. في فكره كثير بيهمني امرها، لا تفوت السكر الابيض بالبدايه حتى لو لقيت الولد صار فتحه شهيته عليه لسه ما بيعرف هذا الطعم. اذا بدها تحلي له اكله او شيء تحط له ماده اسمها القرفه، وانا بسمع فيها من الشهر التاسع. هي القرفه رائعه جدا لشيء اسمه رفع عندك اياها مناعه البنكرياس بجسمه ورفع مناعه الكبد. فانا كثير بلاقي انه اذا الماكولات مع التفاح يرشوا له قرفه ويهرسوا له اياها رائعه جدا. بعد فتره اخذ بسكوتي اخذ شغله فيها من هدول تبع دقيق الاطفال تبع السريلاك البسكويت، فهذا حتما حيكون فيه سكر رغم اني انا ما بشجع عليه. يعني انا بقول بعد العاشر فيها تسلق الام قمح وتحط له عندي يا قرفه وجوز هند، هاي الماده بترفع له تبلش عندك يا تبلش لنمو اسنانه رائعه. والنقطة الثانية أنا عندي إياها بترفع له مناعته أكثر من المشتقات اللي بنجيبها من الأسواق بهالنقطة هي. يعني في كثير معلومات مغلوطة يمكن من الأهالي، ونحن كأمهات أوقات كثير بنفكر إنه يلا أنا بدي غذي طفلي بدخل له القصة الفلانية، ممكن حليب البقر، ممكن العسل مثل ما كنا عم بنقول. أنا سألتك خص نص عن العسل لأنه أنا يمكن كنت من الأول سام. أنا كنت من أول الأشخاص يلي مفكرة إنه إذا بدي غذي بنتي يلا بدي طعميها عسل حتى لو ما خبرت الدكتور، ولكن عن جد اليوم رأيي الاختصاصي هو الأمثل. خلينا ننتقل نحكي عن المي. المي كمان في كثير امهات مرضعات غالبا يمكن ما بيدخلوا المي، ولكن بعض الامهات بيدخلوا الحليب الصناعي لانه ما بيقدروا يرضعوا، وبهي الحاله بيقولوا لك الطفل عم يعطش ولازم ندخل له المي. فنحن ايمتى بنقدر ندخل المي للطفل؟ في حال الرضاعه الطبيعيه او في حال الرضاعه الغير الطبيعيه؟ من ثاني يوم فينا ندخله المي. يعني انا بالنسبه لي انا الماء عندي كام، بس الفكره انه الولد ما بيكون عنده حساسات العطش موجوده لسه او متفعله بدماغه. بس الفكره الاساسيه اساسا الحليب هو عندك يا نسبته العاليه اكثر شيء الماء، ما في شيء بيرعب الماء ابدا. لكن نحن بنعرضه للماء بحيث انه هو يعمل عندك عميل لي غسل يفرق بين طعمه وطعمه، لننشط عندي شيء اسمه تمايزه بالتذوق. النقطه الثانيه الماء منيح كثير في حال الطفل اصيب بالامساك، خاصه بحاله عندك يا فترات الشهوة اللي قبل. كنت عم بحكي عن مرحله الرضاعه الغير طبيعيه، مرحله الرضاعه وقت احنا ندخل له حليب غير طبيعي او مو من الام، هون بيقولوا لك انه الولد بيعطش، فانا عم بسالك عن تدخيل المي بهي المرحله. ايه ما في، عم بقول لك من ثاني يوم كان رضاعه طبيعيه ولا غير طبيعيه. نعم. يدخل الماء عنده من ثاني يوم بحياته. بس ننتبه انه يكون الماء لكن من نوع معين. اكيد هذا الشيء
في حال بس تبليل شفه، يعني ما يكون يشكرعوا لي بالشلمون او هي حجم المعده تبع الطفل لا تتجاوز ربع فنجان قهوه. يعني نحن ننتبه حتى بالحليب، ليش التتشؤ بيصير وبصير هالامور هي كلياتها؟ لصغر حجم الجهاز الهضمي عندك اياه وتقلصاته السريعه، فهو عندك يا اساسا المري قصير والمعدة صغيرة، اقل ارضاع بسيط اكثر من اللازم حيطلع عندك اياه لهالمنطقه اللي العلويه. هلا نحن اللي بدنا ننتبه له انه الماء ماده رائعه جدا وين ما اتجهت عندي اياها، بس كطريقه ادخال الماء يعني ابدا مو بالكميات ابدا، حتى نحن نحسسه شو هذا اللي عم يفوت على ريقه. يعني هي هي بدنا ننتبه على شيء الشردقة، القصص هي كلياتها ابدا ما بينعطى لا حلب الشلمون ولا شيء، بتبليل شفايفه بالضبط او بالقطاره تقريبا حتى يحس حالنا هيك. الفكره الثانيه انا كنت عم بحكي عن فكره الماء مع الامساك، يعني الامساك فورا بيعطوا لي اياه اشياء ملينه وهالقصص هي ما بيصير للطفل هلا الا في حال طبيبه نصح باي شيء معين. نحن بالنسبه لنا نيجي بعد هلا السنه، نحن نحكي حتى نختصر على الوقت، انا بيهمني مناعه الطفل وذكاء الطفل وقوته على البناء العصبي عندي اياه. صحيح. في وصفه عندي اياها بالنسبه لي للطول عندك اياها، هي انا بلاقيها جدا رائعه، هو بياض البيض. بياض البيض رائع جدا للطول. والنقطه الثانيه للمناعه ماده اسمها الشمندور، هي الماده تدخل بعد السنه تماما. هي الماده بتقي من شيء اسمه ادويه التهاب كثير ممكن تدمر جهازه الهضمي فيما بعد. هي الماده نحن كانت مشهوره كثير ببلادنا بفترات قبل، لكن مشكلتها انها بتطلع بفترات محدوده. هي بتحتوي على البومينات رافعه للمناعه جدا، الاهالي ببلشوا بعد السنه ببلشوا يطعموا ليها كثير رهيب. بعد السنه كمان فيني فوت صفار البيض لكن بحذر، عرفتوا كيف علي؟ لانه الصفار له مفعول رائع للبناء الدماغي. هلا نحن بس ما نتجاوز كمان الفكره الاساسيه، طول الطفل، طول الطفل انا بلاقي فيه انه كثير مهم له اللبن، اللبن كثير ماده رائعه له، لكن بعد السنه هي الماده كثير منيحه. وماده عندي اياها بالنسبه لي ماده ما حدا كثير شائعه بالنسبه لنا غير الشمندور، هي ماده الزيتون، لكن ماده الزيتون عندنا اياها بنترات بسيطه جدا عندي اياها بتعمل عند مليت تمثيل. ما بنحكي عن زيت الزيتون، عم نحكي عن الزيتون، عن حبه الزيتون. نعم. طيب. اذا كان قدرت امه تقشر له القشره الخارجيه تبعه تماما. أوكي. هي الماده هي كثير رائعه جدا للنمو ومرونه العضلات بجسمه. بالنسبه للبسكويت يلي الكل بيحبه من احنا صغار لحد ما نكبر، والشيبسات والبطاطا والكاتشب والمايونيز وهي القصة، قديش خطورة انه يتعود الطفل على هي المواد من عمر صغير؟ هي بالنسبة طب امتى فينا ندخلها؟ لبعد السنتين. لبعد السنتين. لبعد الشيبس انا ولا بسمح للام تخلي حتى اخواته يسلطوا عليها الاكلة. تمام. التوابل العالية اللي الزيت النباتي الحافظة، فهي كثير مدمرة لجهازه المناعي تبع الجهاز الهضمي، بيصير الطفل اولا دوايين التهاب بروحوا له قسم النموه. تماما. التهاب امعاء واحد قابل انه يدمر له عندك يا فتره تقريبا بين ال 20 لل 25 يوم من نموه بهذا السن المهم جدا النمو فيه. طب حكينا عن الاكلات المسلوقه امتى بنقدر، او الخضروات المسلوقه امتى بنقدر ندخلها؟ الشهر السادس للشهر الثامن. طبخ في تيتيات وجدويات بيغشوا بالبندوره، الاكل مطبوخ بالبندوره ما بيتفوت اذا كان مطبوخ بسمنه مثلا. سمنة الدسم البقري ما بيفوت إلا لبعد 11 شهر، يعني بنبلش عني الحليب كامل يعني الدسم، يعني فنقول لبعد السنة تقريبا، والأمور هاي كلياتها والشغلات الدسمة والأشايط. حتى أنا قلت قديش الشمندور مهم، ما فوتته إلا لبعد سنة تماما حتى يبلش عندي أمعاء دقيقة تبلش. هلا في وصفة بسيطة حتى بعد نتجاوز السنتين شوي لسرعة نطق الطفل، يعني مثلا الطفل عم يتأتئ يعني ما عم يحكي مثل أقرانه. اول شيء انا بقول النطق انا بالنسبه لي هو في مركز بالقشره الرماديه بالدماغ بفيد ماده اسمها زيت جوز الهند. في حال نحن ما توفر عنا زيت جوز الهند، ماده جوز الهند رائعه لنمو الاطفال. يعني القدرات العصبيه والدماغيه والاستيعاب المحاوره تبع الطفل، وتقريبا بترفع عندك سعه تشابك العصبونات عندي اياها، هي لحالها بتعمله سرعه نطق وسرعه ادراك، فبتلاقي انه الولد صار ينطق بشكل كثير احسن بزيت جوز الهند او ماده جوز الهند. طيب المكسرات اليوم في كثير اشخاص بيدخلوا الفستق الحلبي الجوز بعد السنة. وفي اطفال بيتحسسوا منهم، كيف بدي اعرف انه طفلي بيتحسس من هذا النوع؟ هي حتقوم تشوف الام عندي اياها. هلا انا بفضل برجع بقول شغلات اللي فيها قابليتها عندها تاريخ تحسس مثل الكاجو مثل فستق العبيد، هي بعدها شوي، لكن اللوز الني واللوز المقشر هذا اذا انهرس هذا ونحط مع مثلا حليبه
هذا كثير رائع. اللوز، اللوز كثير رائع لنمو الجهاز العصبي. تماما. كثير رائع كمان للابصار، يعني عندك ياهن هذول كثير حلوين عندي اياها بالنسبه لهيك طفل. منيح كمان لمفاصل غير زيت الزيتون. إن كمان برجع بقول باكد على زيت جوز الهند، يعني هي الماده رائعه جدا للنمو، يعني انا بلاقيها كثير سرعت لنا حالات نحن شفناها بعيننا بالطول وبالنمو الادراكي. حلو، يعتمد لك انا هذا بيتاخذ بكل الاعمار صح؟ شو ها؟ زيت جوز الهند او جوز الهند بعد السنه ونص كمان، بس جوز الهند بيتاخذ من اول ما نبلش عندي اياه بالشهر السابع ل فيما بعد. يعني دائما نحن بننصح الاهالي انه بشكل عام باي عمر للطفل وخاصه وقت يكون من الاطفال الرضع دائما نتوجه للاختصاصيين لحتى هن يقيمون الحاله بشكل اصح. شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتها.